حبايب قلبي، بصوا بقى فيديو خفيف كده بعد الغياب ان شاء الله باذن الله. الايام اللي جايه اعمل لكم فيديوهات حلوه باذن الله، دعواتكم معانا كده، ربنا يخليكم لينا. وشكرا على كل اللي قال لي كلمه حلوه، وشكرا على كل اللي ادعي في الكومنتات، ربنا يخليكم ليا وما نحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. التحدي ده حلو لازم تتابعوه وتقولوا لنا ايه رايكم في جناح الرومي الحلو ده. يلا حبايب قلبي على التحدي، وحماتي بقى بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب ان شاء اللهم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. صلى الله عليه وسلم. في الريال رجعت لكم اهي، بس هي لسه تعبانه والله. اهو شايفين؟ شايفين؟ انا بس عشان القناه وكلمه صغيره كده بس يا جماعه، بجد يعني بلاش هري في اي حاجه ملهاش لازمه، يعني الواحد ممكن في حاجات بتعدي عن الواحد ما بياخدش باله منها. والله انتوا بتركزوا في حاجات والله يعني... ما لقيت التعليقات. كاتبين ايه يا ست؟ عادي كبرني على موضوع ايه يعني؟ لا ما ولا تشغلي بالك. يلا بس انا والله يعني. العظيم ما لقيت التعليقات، انا سايبه ليه ريه. يلا هاتي ما علقتش. ماشي يلا بنوته. بص يا حبايب قلبي، انا نفسي بقى ان شاء الله يعني نوصل 5000 لايك ان شاء الله. 5000 لايك. ها يلا نبدا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده الرز مش البسمتي اللي هو الرفيع اللي انا بحبه ده، اللي هو الرز اللي هو اسمه، وريه لهم كده، وريه لهم اسمه ايه؟ هو هندي على اللي هو الهندي ده، أوه. بنسى اسمه على طول. هو مش بسمتي بس جميل قوي، احسن من البسمتي بكتير جدا. طعمه حلو. قلت لحماتي هتقوليها هيعجبك. ودي ايه بقى؟ اجنحه رومي. اول مره ما نعملها. ما الاجنحه. اول مره نعملها، بص كده. لا عملناها قبل كده بس مش عملناها بحلو. عملناها جنحه رومي قبل كده بس كان اصغر من ده. بجد؟ والله مش فاكر. بس عارف في او في الاوضه اللي جوه دي. لا مش فاكر. بصوا. ما شاء الله شايفين؟ هو بص هنخلع دي كده اكنه دبوس. شايفين سنة وريهم دي؟ بص العملاقة حلوة شايفين؟ راحة فين يا حاج؟ ما شاء الله لطيفة. يلا عدلت الدنيا. جميل على فكرة الجناح بتاع رومي، اكلت منه حتة كده واحنا طعم حلو قوي. ودي صلصة اسمها ايه؟ تقوس. هي ما اسمهاش كده على فكرة. هتظبط 10 دقايق عشان اعمل في كاكاو. انا راجعه بالعقاب ماليش دعوه. يا بنت حلو العقاب ده. خفت خفت صح ما شاء الله. عشان الصلصه عشان صدري. يلا نبدا. اقول ابدا. يلا يلا 1 2 3 بسم الله بسم الله. انا بقول لك ما تقليش الرز. ماشي مش تعرف الرز بس اكسب. جبروت امراه. لا والله ده الجبروت عيان، انا عيانه ومش قادره اتكلم. انا من النوع اللي ما بتعبش بسهوله يعني، الحمد لله. قول الحمد لله. الحمد لله مش كل سنه بتعب في الايام دي ومش هفوح حوارات دي، لا بس تعب وحش قوي لما بتعب برقد ما بقومش. بص احنا عامله ازاي؟ مش عارف انتوا باين عندك ولا لا. هو انا بكلمكم، هو طبعا الجناحه دي طبعا انا على فكره انا مش فاكر ان انا اكلت جناحه رومي قبل كده. كان ليها بس كانت اصغر من كده شويه. مش فاكر. وكانت حته كده كانت شربته كلها. انا لسه بقول شكل غريب قوي، شكل غريب النهارده، بقالي 4 5 ايام كده ما صورتش. انا اخدت انهي واحد؟ انا تحت الاولين ده. خد المتحمل ده. هو تحت الاخرى ده بقى. 10 دقايق ظبطتهم؟ اه. هو قال لي اه اشوف. سلمى. انا في دماغي فيديو ان شاء الله. تغفي ونعمله. فيديو اكل يعني؟ شايفين؟ بحب قوي الرز ده، خفيف خفيف قوي. ما تحسيش بيه، حتى حماتي بتقول لي ماليش تقول على الرز، قلت لها ده تاكليه زي الشعريه. جميل كده وخفيف. هو فين اللي قطعت منه؟ قلبتيهم؟ ده اللي انا قطع منه. بص الورك. بص كنت هقول لكم، بص الورك، بص الدبوس اسمه ايه؟ جناح.
ان شاء الله. الحته دي غابت عليا فيه. الناس اللي بتسالني على المكان قول لهم يحمل على المكان عشان انا مش عارفه اوصف لهم. اصور لكم ان شاء الله انا اروح يوم كده اصور لكم المكان. اقول لكم على المكان، حته اسمها كفر غطاطي، طريق المنصوريه، مزرعه، مزرعتين هناك على طول يعني بتقفوا هناك تبقوا شايفين الهرم صح يا احمد؟ اه مزرعتين، مزرعتين هنا جنب بعض، مزرعتين رومي بيذبحوا، بيبقى عايز حمامه، واللي عنده عزومه واللي عنده اول يوم رمضان عامل زي الرومي، واللي مثلا عنده فرح بنته هتتخش، واللي مش عارفه كده. احكي لهم فين بالظبط؟ اجمل، ما انا قلت لكم كفر بطاطي، غطاطي اسمه، غطاطي بطاطي. اه هتجننينا ليه؟ كفر غطاطي، غطاطي اه في المنصورية، في هي حتى الترعة اللي هناك اللي قدامهم كده اسمها ترعة غطاطي، وعرفت ليها طريق سهل قوي من جنبنا يعتبر على الدائري. اه الطريق اللي احنا خدناه ده سهل ميه والله العظيم، خدنا بالعربية يعني كوبرين ثلاثة بقينا هناك. هو الدائري وكوبري وبتنزلي تمشي تحت شوية سهل. هو الطريق اللي ما يعرفوش بيحس ان هو تقيل شويه. انا خلصت، وانا خلصت. عندي 5 دقايق خلصت اصلا. اما نشوف مين هياكل الدبوس الاول. بسم الله. صلصة دي طعمها حلو. بسم الله. الناس بتاعك وصل؟ ليه شغال؟ بص ده حته من الجناح. خلاص قبلي. احسن حاجه في المزرعه دي اللي هو صبح، صبح قوي. انا لما كنا بنجيبه عند فراخ بيبقى جاي له مجمد. المزرعة بيبقى لسه مبوح. أبوح حالا. حاجة بتاكلوها واصفين منها. هو أساسا بيذبحوا وأنت واقف، يعني أنت بتروح ما بتلاقيش. بتقول أنا عاوز كذا، بيطلع إسكان على بعضه أو متقطع، والحتة دي مثلا وزنها كذا، إسكان مثلا دبابيس وراك. دي تقول لها تاني، ده أقول لها تاني. الستات المرة اللي فاتت واحسن حاجه اللي هم بيطلعوا اوزان قريبه من بعض. يعني مثلا بيجوا يذبحوا رومي، بيذبحوا مثلا ايه، فلاقيكم مثلا الروميه مثلا وزنها 15 كله 15، فبتلاقي الدبابيس وزنها قريب من بعض، اللي وراك وزنها قريب من بعض. طبعا لو حد شاف العظميه دي استحاله يقول ده جرح رومي، استحاله يعني. كمان الرومي بقى بيبقى معروف ان ده جناح، يعني طير مش كلب مثل المذبوح بتاع. الله يبارك زي اللحمه. احنا كنا لحمه حمير كتير. قلت لحمه حمير؟ طريق بيقول لعقلك، عقلك الجميل ده جايبها من ايه؟ في اللحمه وفالي على معدتي. طب ما تاكليش، ما تاكليش والله طالما تعباكي، ما تاكليش وشو شويه. ايه انا عايز اكسبك عشان اعمل عقوب. مش قادره تعبانه تاكل وفاء العزيز دي، ولازم العقوب حاجه مقدسه عندها. بصوا بقى مع التحمير، بصوا عامل ازاي. اه بصوا
بس برضك الجلد بتاعه ما ينفعش يتاكل تقيل. مش قادراله، لقينا من التعب مش قادراله. أجيبها في الأكبس؟ طب بتسيبني عشان أعمل أكبس. ايه ولادي؟ ايه ولادي؟ الله، هو فاضل ايه؟ ان شاء الله بخلص. فاضل 3 دقايق. سلمى اكيد. سلمى لو طلعت هزعل منها. طلعت ليه؟ هتم الحمام. الحج الايه اللي موجود على طول. هو انا هقفل البيت. وعلى لا تقول انا هغسل ايدي، هغسل رجلي، على لا تطلع من. قلت له اغسل ايدي واغسل رجلي، يعني اعمل ايه يعني؟ خلاص خلاص يا سلمى، انا بقول لها عشان لما بيفتحوا في الطلوع ما بيسكتوش، وبنقط نقطع وتطلع عينها في المونتاج. انا مش قادر انام تزول اصلا، انا قادر انزل لكم، ده ينزل لكم على الساعه 10. خلص خلص، ما تتكلميش يا سلمى وانت في الحمام يا حبيبي. ماشي يا سلوك، انا نضفت بتاعتي، انت ما نضفتش بتاعتك، ولا بتاعتك ما بتنضف. انا خلصت. خلصت؟ اه خلصت. ايه؟ خلصت اكل الحمد لله. سلمى من خلاص دي مش عارفه اكلها، دي كلها سمين. ماليش دعوه، نضفها لو تكسب نضفها. دي كلها سمين. سيبني انا تعبانه يا راجل، سيبني اعمل عقاب عشان افرح كده. فرحني وانا تعبانه. اه فرحني وانا تعبانه. خلاص خلصتي، خش جوه بقى تاني. اه يا معدتك يا فريد، بس مش الحته الصغنونه دي بس اللي تحت دي. عامل فيها الوليه دي يا جدعان؟ اعتبرني خلصت، مش قادر احط حاجه في بطني. انا ما اعتبرك خلصت. ده انا بقالي 3 ايام ما باكلش، باكل والله العظيم اكل خف قوي. حاسه ان معدتي كشت، مش قادره اكل الاكل اللي محتاجه بعدين. اهو انا نضفت على الاخر خالص اهو. ماما انا اللي كسبت، اعمل يلا خش يا سلمى دلوقتي. يلا يا احمد لسه تنضف لي انا بنضف والله عشان ما يبقاش في حاجه، عشان ما خلاص يا احمد انت اللي اصلا كسبت. انا كسبت؟ رأي يا جماعه اللي انا عيانه، مش قادره اكسب، وعلى طول بخسر اصلا. بس انت وانا مراعي ان انت عيانه والله. ده بيعمل عقاب خفيف، مش عارفه المايك رايح فين كده. لا خليها. استنى يا سلمى، ارجعي ورا يا سلمى عشان الاضاءه يا حبيبي. ارجعي ورا يا حبيبي، ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الجنح يا بنتي حرام عليك، اسكتي. الجنح ما شاء الله الله اكبر عليه، مليان مليان. ما هو ما شاء الله كام جناح كده، كانوا قاطعين كام؟ اه ما شاء الله، يعني قاطعين كام في الوزن كتير. طب بصي كل الليمونه المعفنه اللي جنبك دي. لا بس بعد انا تعبانه، بعدين تعبانه والله. بتعملي ايه؟ بتقيسها. استني يا سلمى دي واحده. احمد والله مش قادر يا جماعه والله العظيم احط الليمون، انا معدتي تعبانه لسه. طب خلاص بصي، مش حضرتك ليها، قولي لك معلقه من دي. اذا كان دي نار، ده انا حطيت منها معلقتين كده. قولي لك اسمه ده بتاع ده اسمه ايه؟ اكل دي يا احمد، اكل دي. انا يا جماعه كلها؟ اكلها، بس اقسم بالله العلي العظيم ان كسبتي يا احمد في مره. ما شاء الله ما شاء الله خفي، ومش هتعمل عقاب والله. انت حر، اي حاجه هقول لك عليها تاكلها. ماشي يا جماعه؟ بس محروقه ازاي يا جماعه؟ ازاي خلينا ناكل ليمونه بس محروقه ازاي؟ بس اقسم بالله ما حصل، هي محروقه وشايطه بقى لها سنتين. بص بقى شغل الصعبانيه بقى، وهتخلي الواحد عينه تدمع ومش عارف ايه. طب خلاص يا ست يا سامحه، سامحك بس بصي ايدي، بص بص ايدي من ناحيه الغواصه كده. ماشي روحي اجري، ده انا قرفان منها. بص ايدي الواحد قال ازاي من ال ده انا هرجع، ده انا اكل الليمونه وما اكلش. طب خلاص يا ست اشمط، خلاص 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 اشمط. وده يقول لي ايه؟ ما عملتش فيكي عقاب. ايوه يبقى ليه عندها عقاب صحيح، عشان هي ما عملتش فيكي عقاب عشان ما تجيش تعمل. لا عشان انا هعمله، عشان اعمل. طب خلاص ما تعملش ده، هتوجعي بطنك يا شيخ عشان العقاب بس. خلاص يا ست خلاص. والادا زرب خلاص. لا وده جاي لي من السعوديه، الليمون ده جاي لي يعني الليمون معتق من السعوديه، معتق بتاعنا والله العظيم من جوه، مش طعمه كده، ده طعمه طعم الليمون بس من جوه مزز كده قوي قوي. مجفف او ايه؟ مجفف بطريقه معينه؟ لا حلو، ليمون حلو كده احسن من بتاعنا هنا. يعني اكمليها؟ لا. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش في الاشتراك واللايك، وتقعد الفريال ربنا يكرمها كده وتخف خالص عشان ايه؟ اه والله يا جماعه ده من ساعه لما تعبت
من ساعة ما تعبت؟ ازاي انت سابت 10 دقايق يا راجل وده 8 دقايق وانت عشان خلصت الاول 8 دقايق في ايه؟ ده 18 دقيقة وحياة ربنا وحياة ربنا بصوا العظمة بتاعته بتقول لي انا عاوز اريح دماغي من الاكل بقى وانت كل يوم تشوينا كفتة قلت لها يا شيخ ده عيني غشلقت والله العظيم عارفين انا لولا القناة كنت جبت له كل يوم كفتة مشوية يقعد يشوي لي وانا ما اقفش في المطبخ اعمل ايه والله عيني غشلقت من الدخان بس يلا الحمد لله يلا ربنا يقومك بالسلامة ان شاء الله يلا يا رب كل فيديو عجبكم ما تنساوش في الاشتراك واللايك عايزينكم منتج كده جميله وبلاش يا جدعان الناس اللي الواحد ما بيشوفهاش في اي حاجه يعني لو عملنا حاجه حلوه والله ما بنشوفهم ولا حتى بيقولوا انا مش حاجه وحشه ولا بيقولوا كلمه حلوه بس هم عارفين بس ممكن ايه حاجه اللي فيها هيتكلموا مش اللي فيها يعني حاجه بتحصل مثلا لا اراديه ممكن ان واحد يزعل ولد مش عارف ايه ما ياخدش باله قول عشان انا ما عملتش الفيديو ايه اللي حصل يا ست بيقول لك ايه ادى لعياله وما اداش لاحمد انا اصل ما بفرش على عيالي ده لولا سلمى قالت لولا سلمى قالت هات اديتها فاديتهم فانا لو لو استنيته بس لو كملت بيد الفيديو يا فاطمه ادي لاحمد انا قايل لها كده على فكره في الفيديو ما بيستنوش يكملوا والله العظيم فانا حاسس ان هو ايه دخلوا انت مش عاوز ايه وصف على فكره ولا الكلام يعني عبيط انا مش عاوز اتكلم في النقطه دي بس هي اللي عماله تقول لي قول لا عادي يلا. يعني ربنا يهديهم الناس دي ما تردش عليها والله بجد انا اول مره اقرا اللي كاتب الكومنت دوت اي تعليق عندنا والله يعرف بقى هو منين احمد ولا يعرف منين انت بتتفرج مثلا بتكتبش اول مره والله العظيم اشوف والله اول مره اشوف الاسم دوت عامل تعليق عندنا ربنا يهديكوا ربنا يهديكوا يا اولاد يا اولاد انا نفسي بالله عليكوا اوصل حتى 100 خلوها 120 لحد رمضان طب والنبي يلا عشان تخف ماشي 120 اسف على طول كده كل اللي يشترك يشترك اللي ما اشتركش قصدي يشترك حط معلش هي تعبانه شويه لايك حلو وفعل الجرس اهم حاجه بكلمه الكل فرقعوا الجرس عشان رأي سلمى يلا يا كل سنه وانتم طيبين وانتم طيبين يا رب يلا يلا على التيك توك يا اولاد بقى انا عايزه على التيك توك ده تفاعل جامد كل اللي بيتفرج عليا 10 دقايق وبتختم في 10 دقايق تانيين استنى ما انت قطعتني اهو هعيد من الاول بص يا حبايبي على التيك توك فاطمه علي وفريال علي بقى بنطلع انا وهي بنعمل تحديات وبنخش مع ناس وتحديات حلوه وان شاء الله اطلع لكم عم احمد ده فانتوا حطوا لنا ايه يعني عم احمد بتاع الفول مش عم احمد انا ما انت يلا بينا على التيك توك كده واعملوا لنا تفاعل هناك ماشي يا حبايب قلبي يلا يلا عم احمد رايح يجيب دري الفول السلام عليكم